هذه المحبة تحتضن هذا الوطن معنا، لو أنجز معنا لماذا الموضوع أكبر وأغلى حما تحملك. متحف أحمد زبانة من خلال تجسيد شراكة مع جمهورية تشيك يتحول المتحف إلى تحفة عالمية بمقاييس دولية. المتحف سيتخصص في الطبيعة وعلم الإنسان، ويكون عنده وجهة استثمارية سياحية تجعله في مستوى اسم المدينة، مدينة وهران واسم الشهيد أحمد زبانة. الشراكة راح يعني خلاص يعني جسدت، يتبدأ الأشغال إعادة الهيكلة والتهيئة للمتحف يعني بعد انتهاء هذه الجائحة بحول الله.